أهلا فيكم، أنا رزان باحثة في المجلس الأعلى للسكان المستضيف شارنة الأردن. وإحنا بشارنة الأردن بنآمن بأن للناس الحق للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، ويكون عندهم القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتهم الجنسية والإنجابية. ومشان هيك إحنا بنهدف لتقوية الربط بين البحوث والسياسات والممارسات، وهذا الشيء بيتم من خلال توليد وترجمة ومشاركة المعرفة من أجل تطوير سياسات وممارسات أفضل في الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية. في عالم بينقص فيه الحوار المحيط بالصحة الجنسية والإنجابية لليافعين، غالباً ما يجد الأولياء الأمور أنفسهم في حاجة إلى معلومات دقيقة للإجابة على أسئلة اليافعين، وهاي الحساسية الثقافية والاجتماعية منعت الشباب من الوصول إلى خدمات وبرامج متخصصة بهذا المجال الحيوي، وبدلاً من ذلك بيعتمدوا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت للحصول على المعلومات. ومشان هيك وإدراكاً منا لأهمية دور الوالدين في مناقشة التغيرات الجسدية المرتبطة بالمراهقة، اطلعنا بمنتج معرفي كحل، وهو دليل الوالدين في الصحة الجنسية والإنجابية لأبنائهم اليافعين واليافعات من خلال تزويد أولياء الأمور بالمعرفة والوعي اللازمين. منتج المعرفة الخاص فينا بمكنهم من معالجة أسئلة ومخاوف المراهقين بثقة ودقة، حيث أنه بيهدف لمساعدة الوالدين أو أي شخص بقدم الرعاية لليافعين على أنهم يقدموا إجابات علمية موثوقة لمجموعة واسعة من الأسئلة اللي بيسألها أبنائهم اليافعين وبناتهم اليافعات حول ما بيشعروا فيه من تغيرات جسدية ونفسية بهذه الفترة. واللي أجاب على هاي التساؤلات مجموعة واسعة من الخبراء الأردنيين بين أخصائيين في الصحة والتربية وعلم النفس كمان. وهذا كله من إدراك منتج المعرفة لأهمية دعم اليافعين فيما يتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية، وبأكد على أهمية توفير معلومات دقيقة يمكن الوصول إليها وتعزيز الشعور بالاستقلالية والتمكين بين اليافعين واليافعات، لأنه إحنا بنآمن بأنه فترة المراهقة هي فترة تستجيب للتعلم والمشورة وتعتبر فرصة لتعلم الممارسات الصحية الجيدة. دليل الوالدين في الصحة الجنسية والإنجابية لأبنائهم اليافعين هو منتج معرفي خرجنا فيه بهدف تزويد أولياء الأمور بدليل مرجعي شامل، وبمكنهم من أن يصير عندهم الوعي اللازم بشأن اهتمامات اليافعين واحتياجاتهم المعلوماتية. من خلال تزويد الوالدين بهاي المعرفة بهدف المنتج إلى الحصول على دعم صانعي السياسات وصناع القرار، وتسليط الضوء على أهمية تثقيف الوالدين في الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية. ومن أهم الأهداف الرئيسية لمنتج المعرفة هو ضمان وصول اليافعين إلى معلومات دقيقة وموثوقة من أجل سلامتهم الجنسية والعقلية. كما يسعى منتج المعرفة إلى تسهيل مشاركة الوالدين في مناقشة الصحة الجنسية والإنجابية مع أبنائهم اليافعين. وبتكمن أهمية المنتج المعرفي بقدرته على المساعدة في تطوير سلوكيات مسؤولة ومستنيرة بين اليافعين، وبتقلل الاعتماد على ضغط الإقران والمعلومات غير الدقيقة من مصادر غير مؤكدة موجودة على الإنترنت. تم تقسيم الدليل إلى ثلاث فئات رئيسية بتناول أسئلة اليافعين اللي هم الصحة العامة والإنجابية، معرفة الذات، والعلاقة داخل الأسرة والمجتمع. وبتحتوي كل فئة على أسئلة وأجوبة منظمة بعناية مدعومة بالمراجع العلمية وتطبيقات التعليمية. ومش بس هيك، بيحتوي منتج المعرفة على نصائح وإرشادات تربوية بتساعد الأهالي في معالجة المخاوف المماثلة اللي أثارها اليافعين. ومن خلال منتج المعرفة بيكسب الوالدين المعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة في محادثات هامة وهادفة حول الصحة الجنسية والإنجابية مع أطفالهم اليافعين. في السياق المحدد للوالدين واليافعين بيعمل الدليل لتمكين أولياء الأمور من التنقل في التعقيدات مناقشة الصحة الجنسية والإنجابية مع أبنائهم اليافعين. من خلال تزويد الوالدين بمعلومات دقيقة بيسهل منتج المعرفة الحوارات المفتوحة والمستنيرة، وبيلبي الاحتياجات والاهتمامات الخاصة باليافعين. بتتجاوز فائدة الدليل ديناميكية الوالدين واليافعين، فيمكن أيضاً استخدامه في الأوساط التعليمية مثل المراكز المجتمعية والعيادات الصديقة للشباب، حيث يمكن دمج محتوى الدليل في البرامج التربية الصحية الشاملة، وذلك لأنه بمثابة مورد بيكمل خبراتهم، بيقدم معلومات قائمة على الأدلة لدعم مشورتهم وتوجيههم. من خلال استخدام الدليل يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين بشكل شامل. وبيمتد تعدد استخدام الدليل إلى العالم الرقمي، حيث يمكن تكييفه مع منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يوفر سهولة الوصول إلى محتواه القيم. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا بوصل الدليل لجمهور أوسع وبتجاوز الحدود الجغرافية، وبضمن أن اليافعين وأولياء الأمور يمكنهم الوصول إلى معلومات موثوقة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية بأي وقت وبأي مكان.
وما بيقتصر تأثير الدليل على سياق واحد، فطبيعته الشاملة والقابلة للتكيف تجعله ذي صلة في بيئات ثقافية واجتماعية متنوعة من خلال تكييف المحتوى واللغة مع سياقات محددة، وهيك بيصبح أداة تعالج التحديات والاحتياجات الفريدة للمجتمعات المختلفة وبيعزز الشمولية والحساسية الثقافية. لدى شانت انترناشنال مكانة فريدة لتعزيز وصول وتأثير منتجات المعرفية، وبذلك يمكن أن يؤدي نشر الدليل الوالدين عن طريق الشبكة إلى تعزيز استخدام دليل الوالدين، وهذا الشيء ممكن أيضاً أن يتم من خلال تفاعلات مع مراكز شيرنتس القطرية، فرح نتمكن من الوصول إلى أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والدروس المستفادة. وإحنا بنتوقع أنه من خلال شبكة شيرنت انترناشنال أن نقوم بتوسيع نطاق وصولنا، وبيتيح لنا هذا جمهور أوسع لمشاركة ناجحة وزيادة وعي وجذب شركاء محتملين. ولتحقيق أكبر استفادة إحنا بندعو أعضائنا بمن فيهم المنظمات والخبراء وأصحاب المصلحة لدعم وتعزيز دليل الوالدين من خلال مشاركتهم لأهداف الدليل ومحتوى وفوائد المحتملة، ومشان نولد اهتمام ونبني إمكانية لاستخدامه. بنلتزم كشركة الأردن باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان التنفيذ الناجح والنشر الواسع لدليل الوالدين، ومشان هيك بلشنا بتنظيم ورش عمل في المدارس المحلية والعيادات الصحية والمراكز المجتمعية عبر مناطق مختلفة بما في ذلك الجنوب والوسط والشمال. وبتهدف هاي الورشات إلى التعريف بدليل الوالدين وتزويد المستشارين بتدريب شامل على كيفية استخدامه من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة، وبنضمن قدرتهم على دعم الوالدين واليافعين بشكل فعال في الحوار حول الصحة الجنسية والإنجابية. وبعد هاي الورش ولإدراكنا لأهمية قياس الأثر، رح يتم عمل تقييم بنجمع فيه آراء وتعليقات الوالدين واليافعين وأصحاب المصلحة بشأن تقييم دليل اليافعين ولأي مدى تحققت أهدافه. وفي الختام، تتضمن أهداف ورؤية شيرنت الأردن المستقبلية لمنتج المعرفة تمكين الوالدين واليافعين بمعلومات دقيقة وتعزيز الحوار وتغذية المواقف الصحية باتجاه الصحة الجنسية والإنجابية. ومن خلال هاي الجهود الجماعية احنا ملتزمين بإنشاء مجتمع تزدهر فيه المناقشات المفتوحة والقرارات المستنيرة والرفاهية، فمع بعض خلينا نمشي نحو مستقبل يتمكن فيه المعرفة وبتكون الصحة الجنسية والإنجابية أولوية.